الراحل الدكتور محسن خليل رحمه الله وأشكله فسيح جناته، رجل مبادئ وثبات لم يعرف عنه إلا الطيب والسباحة ودباثة الخلق. تمتد معرفتي به إلى أكثر من نصف قرن، كنا متلازمين في الصحبة والعمل، وعند التحاقه ببيت الحكمة عضو مجلس أمناء البيت مثل وجود في ذلك الصرح العلمي إضافة نوعية لما كان يطرحه من أفكار ساهمت إلى حد كبير بالانتقال بأعمال البيت نحو آفاق علمية رحبة غير مطروقة. ليس سهلا أن أكتب وأتحدث عن الراحل محسن خليل لغزارة علمه وصواب رؤيته النافذة، فهو عالم ذو عقل جوال لم يقف بحدود تخصص العلم وإنما تجاوزه إلى آفاق ورؤى علمية عميقة أخرى، مما أستطيع أن أصفه بالعقل الجوال، وهو وصف زانه الرجل برجاحة عقل وخلق وتواضع رفيع. كان رحيل محسن خليل بالنسبة لي خسارة لا تعوض. رحم الله الأخ الصدوق الدكتور محسن خليل، أحسن الله مثواه، الدكتور قيس النوري.